السلام عليكم. اول حاجه احنا فرحانين بزاف ومش حال هادي، وانتم كتقولوا لنا علي ووصال انتم 5 سنين وانتم خدامين، وكيفاش ما عملتوا حتى شي حاجه، لا سخنه لا شي مشروع في المدينه لا حتى حاجه، وانتم مع الخساره ديال الفلوس وكتعاونوا مع الناس. هو كتعاونوا ولكن خصكم دوفروا شي حاجه لراسكم، دعموا شي حاجه لوليداتكم مثلا، ولا شي حاجه ثاني مستقبلا تقدروا ما عاد بقاو شي في يوتيوب ولا شي حاجه، يعني بعد تكون لحقتوا شي حاجه عملتوا شي حاجه لراسكم. راه اي واحد كيتمنى يعمل شي حاجه في الحياه ديالو، اي واحد كيطمح يعمل شي حاجه، ولكن احنا كما كتعرفوا كنصيروا بزاف، والحمد لله شحال من واحد وقفنا معاه، منهم الاقارب ومنهم الناس، واهم حاجه هي الانسان ما يقطعش الصداقه، لان هذاك هو العمل اللي غنجبروا مع الله، ولا شي حاجه اللي عملناها في الدنيا. الانسان ملي كيمشي كيبقى كيترك معاه ثلاثه الحوايج موراه، واحد من هاد الحوايج هو العمل الصالح اللي غينفعك غدا مع الله. نتوما عارفين احنا كنحاولوا الحمد لله نفقوا ونجتهدوا زعما في الدنيا، الانسان عاوتاني باش يتلاقى مع الله يكون عمل واحد الحاجه مزيانه، والفضل الكبير عاوتاني عندكم نتوما في هذا الشيء هذا، لانكم متبعينا وبالعوينات ديالكم اللي كتفرجوا فينا باش كنربحوا الفلوس حنا وغيرنا، ماشي حنايا. الحمد لله هذا فضل من الله. ودابا بغينا نقول لكم باللي الحمد لله شرينا جوج بارطمات في واحد البلاصه اللي كيتمنى اي واحد يشري فيها جوج ديال بحال العماره. جي شرينا جوج ديال البارطمات هادو يعني بديك الفلوس هادو نبنيو عماره صراحه الله. فرحانين بزاف، واحد الفرحه كبيره لا توصف، كنتمناو لاي واحد، وكنتمناو الخير للجميع كما كنتمناو الخير لنا حنايا، كنتمناو لجميع الناس، الله يسهل على الجميع. ومن هنا كنقول له وصال شكرا، لان هي عندها واحد الفضل كبير، هذه القناه هي كتخدم فيها اكثر مني انا، واخا مثلا كان سهاره في الليل وكان مونطي وكان صور، ولكن هي كتخدم اكثر مني، لان انتم عارفين الشقا وديك الشيء راه ماشي ساهل. هنا كنحيي جميع المرأة، تبارك الله عليكم والله يعطيكم معنا الصبر. كيهضر بشويه، فين كتسيني بالهضره د عمي مسكين الله يشافيه يا ربي يلعب بشويه. وكنبارك الله قدامكم، كنقول لك مبروك. الله يبارك فيكم، وكاينين بجوج ماشي غير لي انا. مبروك عليك باش تكونوا عارفين، شريت لهم جوج ديار هي والبنات، انتم عاد تشوفوهم معنا، واحد الريزيدونس تبارك الله، انتم عاد تشوفوه تحفه. بالبيسين هذيك الشيء على البحر، وهذه ما شاء الله هذه واحد الحاجه اللي كنا كنتمناوها عملناها معاكم الحمد لله. اهلا مبروك. الله يبارك فيك. مبروك والف مبروك. الله يبارك فيك. دابا فرحانه نشطانه. الحمد لله على خطرك. تذكرتي العام اللي قاس فاش مشينا للسعيديه؟ السعيديه كرينا في ديك الريزيدونس قريه حدا مارينا، الا ديك الريزيدونس اللي فيها البيسينات وهذه. شنو قالوا مريم ومروان؟ شوفك واش عقلت. قالوا كنتمنوا من الله يكون عندنا شي دويره واخا غير بحال هذه وبركه علينا. كاينه برافو عليك عاقله. والله مشينا العام اللي قاز كنتوا معانا انتوما، المهم شفتوا كرينا فاش كرينا تما في واحد الريزيدونس في حدا مارينا في السعيديه، كنا كرينا تما ب 1300 درهم، ولكن البلاصه تستحق. مريم ومروح مقاتم من ديك البلاصه، ما بقاوش كيخرجوا من لابيسين الليل هما كيعوموا، حتى البحر والله ما عمنا تما في البحر في السعيديه، قال لك لا حنا خليناها في هاد لابيسين هنا بارك علينا. بداو كيقولوا لي يا ربي يبا يسهل علينا الله وتشري لنا واحد الدار بحال هادي تكون فشي ريزيدونس بلابيسين ديالها، هادشي اللي كنتمناو تكون على البحر وفيها لابيسين وهذا. والمهم حنايا حنا بغينا نخليوها مفاجاه للجميع، ما بغينا نقولوها حتى لشي واحد، لا للعائله حتى لشي واحد، ما فرسوا الخبر الا انا وهذه المخلوقه. ان شاء الله في هذه اليومين عاوتاني غتشوفوا معنا رده الفعل د مريم ومروه، ورده الفعل د العائله حتى هما غنديهم معنا يشوفوهم ان شاء الله، الوالد والوالده عاوتاني باش يفرحوا معنا اكيد وغيباركوا لنا ان شاء الله. خليك تهضر معنا. اول حاجه انا فرحانه بزاف علاش هذا النهار هذا تا وقت كنتمناوه معنا، والحمد لله هذا واحد الحلم تحقق، لان هي صراحه
يكموط هذاك الثور. والله عمري في حياتي ما قلت كنقول بانني انا نقدر نشري فيها شي حاجه من غير فيديو واحد. كنا لبقيتو عقلين دابا هذه راها 4 سنين دابا ولا 3 سنين 4 سنين دابا كنا في كابونيكرو كنا كنفطرو وكنا باقي في البدايه كنقولوا يا ريت لو كان عيشي بارطمان بحال هذه وبارك حدا البحر ولا فهمت يعني واحد يكون يعني في حال المجمع اللي هو امن. الحمد لله بصراحه كنشكر علي بزاف انا بصراحه كيمشي لي الكلمات والله ما كانش بان ما نقول والحمد لله حاجه ديالي ديالو والله وديالو ديالي انا فرحان عمل زعما الصراحه عملت لكم شي حاجه والساهل انت والبنات وحنا الحمد لله عنا كل شيء بحال بحال راه ديالي ديالك ديالك ديالي صراحه ما عرفتش بان نتاعي عاد نفس السميه ديالي ولا عاد نفس سميتي ولا انا عارفه والو. شوف هادشي غايجوز معكم كل شيء دقه بدقه حتى الكتابه فاش غنكونوا غنمشيو نكتبوهم ان شاء الله فاش غيتعدلوا في السميه ديالها غتشوفوهم صافي غنمشيو عند النوطر ان شاء الله غنبارطاجي معكم كل شيء. بالنسبه للديار فاش غنكونوا هنايا في المدينه غنريحوا في وحده وفاش غنكونوا مسافرين غنكريوهم بجوج بيهم ردوا لنا المصروف عاوتاني باش تكونوا عارفين. ودابا نخليكم باش ننزلوا من الطوموبيل ونترجعوا مباشره للديار تشوفوهم معنا ان شاء الله. تعطاني عبد الرحيم ياك بسم الله على بركه الله الله يحفظك مع كبير هذا مرحبا بكم الله ينورك جي شعبنا كبير هذا بسم الله بسم الله شنو اسم السوق خدام ولا بكره؟ اه اليوم تسعة طيار اليوم نحققوا ان شاء الله هاد اليومين نطلقوا؟ اه كاين شي مبلغ تنطلقوا ولكن هذوك متابعين هذوك تسعة اليوم نحققوا بسم الله على بركه الله بسم الله غندخلوا معنا باش نشوفوا ان شاء الله اول بارطمة اللي غنشوفوا معنا البارطمة الاولى هي هذه اللي غنشوفوها هذه جات في الدوزيام ايطاج يعني في الطابق الثاني بسم الله بسم الله نفتح الباب يلا هادشي دابا ان شاء الله اليوم غنطلعوا لي سامسون كلشي تبارك الله الحمد لله كلشي بسم الله بسم الله على بركة الله رحبنا بالمشاهدين ديالك يا ويسر قول مرحبا بكم في الدار ديالي المشاهدين داخل مع الإخراج المغرب ان شاء الله تبارك الله السي عائلة تفضل مرحبا لك مرحبا بك عندنا الكبير هذا مرحبا بك ومرحبا بكم المشاهدين ديالنا مرحبا بكم في الدار ديالو ويسر عليكم بسم الله على بركة الله وعطيونا الله إيديكم بسم الله دابا غنبداو معاهم مهنة هناك كتشوفوا ملي كندخلوا لهنا بربون ان شاء الله محفظ مو بربون زياده ان شاء الله. امين اخويا عبد الرحيم الله يحفظك. بسم الله هنا ملي كندخلوا كما كتشوفوا هنايا. حنا في الدخله ديال الباب جاتوش كبيره. كنجبروا. يعني فيها طواليت، فيها طواليت عزكم الله. وكما كندخلوا ديالك كنجبروا الصالون كما كتشوفوا هو هذا. زيد شوفوا شنو هذا الصالون هنايا، الصالون عنده واحد الطراس ديالو. وعنده الطراس ديالو. كاين واحد لابي كاين هنايا تشوفوا ان شاء الله فراش كبيره. الإطلالة تتقرب للبحر إن شاء الله. بحر كما كتعرفوا راهي واحد من المترو، هنايا البحر، بحر قريب هنايا. الحقيقة بالنسبة للموقع حنا جينا لأحسن موقع. الموقع مخير. أحسن موقع اللي كاين دابا حاليا في مرتيل. كم تشكر الموقع إن شاء الله يا ربي وحنايا تحنا مالك ليا الحمد لله تحنايا أي حاجة شافها لاحظ حنا موجودين. الله يحفظك أخويا عبد الرحيم. تحنا نرد الفضل كامل اللي يخدم في هذا البروجي كامل إن شاء الله يا ربي الحمد لله في نسو مزيانة كل شيء مزيان. كليا اللي لاحظ شي حاجه حنا ليكيب كامله سيرفيس تكنيك كاين موجود الحمد لله تنشكروا ثاني الكوميرسيال تنشكروا كل شيء الحمد لله كل شيء مزيان صراحه عندكم كل شيء حتى بلادي شعله حتى هي تتشعل ان شاء الله شعل عبد الرحيم انتم دابا هنا ان شاء الله كبيره هنايا دابا ساعه نعملوا هنا شي حاجه نريقلوا شي كليسه ان شاء الله كراسه نجيبوا نشريوا شي كراسه الطابله ديالهم هنايا ونقادوا شي كتعدل لكن هيدا احسن كاين زعما الا بغينا نعدلوها بزاج بغيت نعدل الجاي هنا
ولكن انا كنفضل تبقى يتحسن كيبقى اللي هو مزيان كيتجمع لا كيتجمع الساج اللي كيتجمع كيمشي بهاي كيتجمع هكا فينا الشيء النص يتجمع هكا النص هكا تبقى تبقى يعني الاطلاله كامله كاينه الله كما كتشوفوا الاطلاله يا سلام هنا على الشارع من البحر هو كاين هنايا ديروا كامله في السيكيورتي الكاميرات كلشي كاين الحمد لله الله يحفظكم الدراري تبارك الله انا الدراري كاملين كيعرفوني ان شاء الله فرحوا بينا حيت الحمد لله شرينا هنا وهذا قالوا لنا والله الا هذه زعما تفاجئنا بكم الله يحفظك اخويا عبد الرحيم ايوا دابا كما كتشوفوا الدخله ديال الباب كنجيبو الصالون على اليسار كنجيبو الكوزينه دابا هذه هي الباب اللي دخلنا معكم قبيله تما كوزنا معكم هنا هذا طواليت غيدوش اللي كوزنا معكم قبيله وهذه هنا يعني على اليسار الكوزينه شحال الضو ما عندهاش البوله البوله ما كاينش واه ولا الضو ما كايناش هنا كما كتشوفوا يعني دابا باش تكونوا عارفين هنا الدراري اللي كيب كامله الله كيريقلوا لهذيك مع الريزيدونس باقي جديد يلا كيريقلوا المسائل كامله بالنسبه للاسانسور الضو وكل شيء يعني في هذه السيمانه غيكون كل شيء عنده مساهل هكا اخويا عبد الرحيم ان شاء الله يا خويا مقاصد كل شيء بقى الفينيس وكاين كل شيء كاين صحة ويصلي الدرع ان شاء الله يا رب يا الله يرضى عليك يا هنا فران الله ان شاء الله يا رب هو شي جاي ان شاء الله ما كاين كما كتشوفوا كوزينه مجهزه كلشي ديالها فيها الراوند الكوطا الفران لي في ديالها بوطه الجينايه بوطه الجينا تدوزها هكا هي تجي هنا عندك لا ماشين على ربي لا كاينه كاينه ماكينه الصابون ديال الصابون يعني الاطلال يعاود هنا والهواء كيدخل مزيان عاوتاني الكوزينه ما كاينش فيكس كوليس كيمشي تخلي باش تدخل منهم بغيتي تسد تسد كوليس دابا نمشيو معكم عاوتاني بيوت هنا الثلاجة هنا كتجي الثلاجة الثلاجة هو الثلاجة ستوندار غير 80 ستوندار هنا كيمشيو كاع ستوندار غير 80 كتجي هنا حدا البيت لانتيرفون هنا مازال غيركب هنايا هذا غيركب هنا لانتيرفون لانتيرفون الكاميرا كلشي تكونيكتا هذا تتكونيكتا مع التيليفون دابا نتوما هذا التليفون نتوما اللي كتركبوا لا ديال الحساب هاد الفيديو فون تتكونيكتا مع التليفون بحال هكا صون عليك شي واحد تطلع في التليفون تتشوفو نتايا واخا ما تكونش في الدار تتشوف شكون اللي صون عليك صافي مزيان راه تدير له فيديو تدير له شي 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 ايوا مين كنجي لهنا كنشوفو لا ان شاء الله يا خويا الشومبر هنا ما عندناش هذا ما فيهش الضو ما فيهش الضو لا كندخلو كاين البيت البيت كما كتشوفوا دابا ملي دخلنا لهنايا الباب هذا البيت هو ديال الدريس واحد كوليس يمشي هكا غادي يطلع لاخر غادي يطلع لاخر غادي يطلع لاخر هو اللي يطلع لي طاجير سوا عند التهوئه من هنا عاوتاني هذا الحمد لله ما كاينش الشراج ما كاين كوليس كامل بدا كامل لكن مش عاوتاني مش مهوي من مهوي في الحيره صراحه نقعد كون كاين على حساب الدراري الصغار مش عارف تكون ناعسين من كانوا باقا صغاري الريدو ديالو الريدو ديالو عاوتاني ها هو كما كتشوفوا وهنا كاين دوش كبير الزاويه كامله كما كتشوفوا هنا عاوتاني كندخلو لبيت النعاس هنا بيت النعاس هو لاكارات ديالو بيت النعاس كبير كيجي لاكارات ديالو جابو فيه طاجيرات فيه تا هو العلاقة لاكار ديالو كوليس ساو تيمشي كوليس تا هو عندو واحد الكراسة عاوتاني كتشوفو هنا كفازة هنايا بيت النعاس عندك دو شومبار في الكلفازه دو شومبار وصالة وصالة فيه ما عاود عندنا طيارة كان عندنا طيارة صالة فيها فيها واحد النار النار تاني تكشف عاوتاني هنا كبيرة هنا كتجي الكليمة هذا لاكليم لا بيزابون بنحاز لاكليم في الروبير ديالهم ولا شومبار كتجي لاكليم ديالهم لاكليم ديالهم واحد كاين عندنا دو شومبار عندنا الصالة
اه كيعطي منظر زويون حتى هي البلوطه هي فين اللي هو يعني كما شفتوا معنا شفتوا معنا الخطمه الاولى ان شاء الله تشوف الطريق بلاطه كبيره، الخطمه الثانيه تشوف لبيس ان شاء الله غدا هذيك غنكتشفوها ونشوفوها ان شاء الله تشوف لبيسي. دابا بغينا نوريهم لكم جوج بهم، ولكن تعطلنا حنا جينا معطلين انا وويصال وعاد السوارد لقينا عبد الرحيم ما عندوش السوارد الاخرى كاين غير السوارد هذه. الدراري كانوا خدامين شادين السوارد مشاو بحال هكا. انا ريت ما تجي كليا تشوفوا شي ملاحظه واخا ما يشوفوهاش هو تنشوفوها حنا غنقادوها. اليمين في النجاره في اي حاجه الحمد لله. اي حاجه مشكليه انت هو تدخل مرتاح في الدار الحمد لله عندك كارانتي عندك امين اي حاجه لان كاين تكنيكيا بين هناك واش تلقاو شي كاين ان شاء الله يعني. فرحان انا شطونا هي هذه الحمد لله الله يدخل بينا ان شاء الله بالصحه والسلامه امين يا ربي وطول الاعمار لنا وليداتنا ان شاء الله يا ربي ونتمنى من الله المتتبعين ديالي تما يفرحوا معنا ويفرحوا معايا ومع علي ومع البنات عاوتاني المهم الله يخليكم علينا وصافي هذا واحد الحلم صراحه تحقق. غنسولك واحد السؤال دابا شنو اللي عجبك الدار هادي وهادي اللي غنشوفوها غدا؟ الصراحه واش جوج بيهم ولا جاوب جوج بيهم بحال الحال ولا كاين شي وحده اللي عجبتك فيهم اكثر؟ لا هما جوج بحال الحال ولكن في الصراحه هذيك عجبتني اكثر من هادي. هذيك الصراحه اللي غنشوفو غدا عجبتك اكثر من هادي؟ عاد تشوفوها معنا عاوتاني في الفيديو في الصاله ديالها واعره هادي جات فيها في الصاله على حساب القراصه يعني عاطيه الشاف واخرى عاوتاني جات الصال ديالها عاوتاني مشكل ان شاء الله عاد تبوها عاد ولكن واش انت كنتي ناويه باش نشري لكم جوج ديار ولا واحده؟ والله صراحه كنا واحد الحمد لله الخير جاج في مالنا صافي الحمد لله واحده الراحه والله والله الا جاعي واحده شوف هي دابا كنتمنى غير واحد دار هنا طمع في واحده انا قلت لها نديو جوج انا فاجات دابا واحدة هي ديالك وهذيك نكتبوها للبنات ان شاء الله يا احسن مدرسه احسن حاجه مدرسه ايوا محمد علي تجي الله محمد علي الله تزاد دابا لا تالي عمر رزقنا الله شي حاجه ان شاء الله الله يكبر في عزكم ان شاء الله يا خويا عبد الرحيم المستقبل ديالهم مزيان دابا نخرجوا لبرا نعملوا معاهم واحد الدور على برا تشوفوا معنا لابيسين وداك الشيء اللي راه صلاه ناتي شي حاجه تطلب من الباب تيشعل كيشعل تيشعل فوق تيشعل فوق ما تخرجش تيشعل خرجوا من البيسين هنا كنخرجوا لبرا كما كتشوفوا دابا عندكم تشوفوا معنا عاوتاني البيسين هذه العادي الطرونش الثانيه كاين واحد لابيسين كاين واحد هنايا شوفوا عبد الرحيم رجعوا لهذا مشيو نشوفوا الطرونش الثانيه ونرجعوا لعندك انت هي الطرونش الثالثه اها يلا فين ساكن انت هذيك الطرونش الدوزيام الطرونش كامله عامره هذه كامله عامره الحمد لله الترواز ديال الترواز ديال انتم الحمد لله دابا يلا تيجي كليا اللي شاري دابا تيجي بدات كدع مريعك الطرونش الثانيه كم كتاب النعاس ما كاملين بحال كيان كي كولو كامل بحال بحال الدوزيام طرونش الزيتي وحطيتها في الطروا الزيتي دابا تيسين دراري صغارين من اللي ديال وهاديك من اللي كتشوفو من اللي هان دايز حتى لهنايا هاديك الكبارين يعني غارق اجي نقول لك هاد الفراسونات واش نتوما كنعدلوهم ولا الناس كيعدلوهم؟ لا الصنديق تيعدل ها قلت لك الصنديق قبيله انت بغينا نجيبو شي حاجه لراسنا حنا بحال كراسه الفراسون ديالك وكراسه جيبهم تحطهم انا ما نصايبو حنا يلاه تنقادو داك الشيء دور التروازيام ترش راك راه طلعت في واحد النيفو راه دغيا طلعت التروازيام ترش راه شي مع شي كليان شرا في البلان ومن جات فاجئ فهمت وجا ولقاها موجوده وخدا البارتمون ديالو ودخل ليها ودابا راه ساكن فيها ان شاء الله الحمد لله هانتما كما كتشوف اللهم بارك هادشي بعامرة ناضي ناضي شي واعر تبارك الله واعر واعر غدا عندكم السهرة غدا تكون السهرة هنا
الحمد لله خديتي من عندنا واحد جوج بارطمان الله يزيد. ولكن الحمد لله شريتي في احسن موقع مارتيل هنايا، احسن بلاصه واحسن موقع واحسن كاليتي. معروفين الحمد لله حنايا، معروفين معروفين في كازا، معروفين في الرباط، معروفين في اي مدينه. هادشي ديال الكاليتي حنا كنا باغيين عاوتاني بلاصه مزيانه، احسن بلاصه الحمد لله صراحه. والله حنا مرتاحين هنايا وفرحانين صراحه. كاين كامل اللي جيتي يرتاح هنايا ان شاء الله، اللي جيتي يرتاح من ناحية الإنسان تيشري راحة البال، تيجي هنا تيلقى تيرتاح فهمتي، متكالم عندك السيكيتي عندك الكاميرا عندك كلشي الحمد لله كلشي. ديوان ديوان بالليل شتي تصور بالليل كيبان واعر، طلع الفوق عاوتاني فين طلعتي الفوق البارطمان فين كتجي بان لك لابيسي برا وعاوتاني راه الناس جالسين الفوق تيتمنظرو من الفوق الحمد لله لابيسي هذا. بيسين هاو تاني تبارك الله قمت عشانو كما كتشوفو تاني دراري صغارين وهذا اللي من هذا الشيء هذا اللي هون وهذا الكبارين غارق كما كتشوفو وي من روعه ما شاء الله. اي واحد كيحلم تكون عنده صراحه دار هنا يشكون فيكم ما تعجبوش البلاصه. شوف الكولور ديالو كيفاش داير، ديما المراقبه كاينه الكلور كاين كلشي دائما كنعملوا له الدواء وكنقيوه يوميا يوميا كل الصباح ملي تيدخلوا يومو تيتنقب الكلور ديالو وكلشي ديالو ان شاء الله يا ربي تقادوه الحمد لله. ملي تنجيو نديرو له الكلور ديالو تنوقفو واحد النهار على حساب حساب الادويه كان موقف تنوقفوه. ودابا مريم ومروه غنفاجئوهم فاش غيعرفوا وخصوصا ملي غيجيو يجبروا لابيسين يحماقوا كيموتوا على لابيسين. هذا ديال الدروج بزياده من الدروج كاين عندنا السلوم راه مسلال اللي بغا يطلع من تما تاكله. البحر ها هو حدانا الحمد لله وبارك لنا والله يسهل على الجميع تقريبا واحد 15 متر ولا ما هو البحر يسهل على الجميع يسهل على الجميع انا ناوي شي حاجه في قلبه الله يسهل عليه امين الله يسهل على الجميع الله يسهل على الجميع. استناو معنا غدا الفيديو ديال غدا ان شاء الله باش يشوفوا معنا بارطمان الثانيه ان شاء الله يا رب صور معاهم فيديو النهار ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نخلي لهم مفاجاه نوري لهم نوري لهم نخلي لهم مفاجاه لا نخلي لهم مفاجاه نخلي لهم مفاجاه غدا ان شاء الله نوري لكم نخلي لكم مفاجاه غدا عندكم الاطلاله عاوتاني على لابيسي كطلع لابيسي على الطريق شغل مبدل دابا صورنا لهم بالليل غدا بالنهار بالنهار ان شاء الله. من عنوركم الديار عندو معكم ان شاء الله يا ربي في الفرش فرش هذه الاول اللي على الشارع ان شاء الله يا ربي وهذه بلاتي عاوتاني رزق الله. ها انتم دابا جبرتونا يلاه خرجنا دابا من الدار دابا غنمشيو نضربوا شي دويره